أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. نلتقي اليوم إن شاء الله في المساق لتدقيق حسابات. وصلنا لعند الفصل الثالث اللي هو معايير التدقيق. طبعا التدقيق كعلم مثل أي علم آخر بيحتاج اللي هو معايير تضبط وتنظم وترشد اللي هو أبناء هاي المهنة في تنفيذ عملهم، حتى تكون مرجع لهم للآخرين للحكم على كفاءة أعمال المدققين ومدى قيامهم بواجبهم المهني. فبكونه علم ما سبش الأمور اللي هو لكل إنسان يشتغل في مهنة التدقيق إنه يجتهد ورأيه، لا، اللي هو تم وضع مجموعة من الضوابط، مجموعة من الأسس، مجموعة من المعايير بتم الاهتداء بها والاقتداء بها من قبل المدققين والمراجعين أثناء عملهم. فهذا الفصل خاص بمعايير التدقيق. طبعا من أهم معايير التدقيق اللي بتضبط عمل المدققين في معايير تدقيق دولية وفي معايير تدقيق أمريكية. احنا طبعا هنا حنحاول نلتزم أو نتحدث بتفاصيل عن معايير التدقيق الأمريكية، كونها اللي هي قسمت المعايير لثلاث مجموعات رئيسية ضبطتها في إطار اللي هو رائع جدا، يستطيع المدققين الاهتداء به والاسترشاد به في عملهم في أداء مهنتهم مهنة التدقيق. طبعا المعايير الأمريكية قسمت معايير التدقيق إلى ثلاث مجموعات رئيسية، المجموعة الأولى بسموها معايير التدقيق الشخصية. معايير التدقيق الشخصية اللي هي خاصة بأمور تتعلق بشخصية الشخص المهني الممارس لعملية التدقيق، وهذه تندرج تحت عدة معايير. والمجموعة الثانية اللي هي معايير خاصة في تنفيذ عملية التدقيق لمعايير الأداء المهني، وهي حتكون كيفية أداء المدقق لعملية التدقيق. والمجموعة الثالثة اللي هي بتتعلق بمعايير إعداد تقرير المدقق، وش الأشياء اللي لازم يحتويها وكيف يمكن ترتيبه وتصنيفه وتنظيمه وإرساله لمتخذي القرارات حتى يعتمدوا عليه. طبعا عندنا هنا بنتكلم طبعا عند بعض مقدمة على أهمية المعايير والحاجة إليها. قلنا المعايير مهمة جدا لأنها حتكون اللي هي عبارة عن ضوابط يعمل بها أبناء المدققين، ويوم ما بيصير أي خلاف بتم الاحتكام لهذه المعايير. وهي المعايير بتكون الأسس اللي من خلالها بنقدر نضبط عملية التدقيق، بنقدر نحكم على الأداء المهني للمدققين، بنقدر نحدد مين الشخص المسموح له يمارس مهنة التدقيق، لأن مهنة التدقيق تحتاج إلى مؤهلات خاصة لمن يمارسها. ما نسمحش لأي إنسان درس إدارة أعمال أو حتى درس محاسبة أو درس هندسة أو درس اللي هو قانون يجي يقول أنا بدي أشتغل مدقق حسابات، لا، في أمور تضبطها المعايير بتحدد مين هو الشخص اللي مسموح له يمارس عملية التدقيق، إيش المواصفات، إيش الشهادات، إيش الخبرات، إيش الدورات، إيش الأمور اللي يجب أن يمتلكها ويتميز بها حتى يسمح له بممارسة عملية التدقيق، عشان ما تكونش عملية التدقيق اللي هي عملية يمارسها أهل الاختصاص وأهل غير الاختصاص، لا، بتكون خاصة بناس معينين. حتى الشخص صاحب الاختصاص برضه بتضبطه معايير في أدائه لعمله المهني، يعني مش كونه متخصص اللي هو بده يجتهد في جزئيات وفي أمور وفي فروع اللي هو، لا، في عنده ضوابط، في عنده معايير، في عنده أسس بيسترشد بها، وهي اللي حتحكم على أداء عمله، هل قام بعمله المهني حسب الأصول العلمية ولا قصر في أداء عمله. وعند ما يخلص عمله بده يستلم التقرير، برضه التقرير مضبوط من مجموعة من المعايير بتنظمه وبتتضمن إيش الأمور اللي لازم يحتويها ويكون اللي هو خاص فيها.
قلنا معايير التدقيق الأمريكية اللي هي أشهر المعايير بعد المعايير الدولية، أو المعايير الدولية بالأخص كانت ترجمة في جزء كبير منها لمعايير التدقيق الأمريكية. قلنا بتنقسم معايير التدقيق الأمريكية إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى زي ما احنا شايفين على الشاشة اللي هو مجموعة أو المعايير الشخصية، أو بنسميها المعايير العامة. المعايير العامة أو المعايير الشخصية، هاي المعايير تتعلق بشخصية المدقق، شخصية المدقق والصفات التي تتوفر فيه حتى يسمح له بممارسة عملية التدقيق، يعني أمور تتعلق بشخص المدقق، شو مواصفاته، شو تأهيله، شو علمه، شو خبراته، شو المواصفات اللي بتصف فيها. وهاي المجموعة أو هاي المعايير الشخصية زي ما احنا شايفين على الشاشة بيقول لي تنقسم إلى 3 معايير. نشوف ال3 معايير اللي بتندرج تحت مجموعة المعايير الشخصية أو المعايير العامة. أول معيار من هذه المعايير معيار التأهيل العلمي والعملي، تأهيل علمي وعملي. يقبل المعيار بده يحدد لي مين الشخص اللي بده يمارس عملية التدقيق، إيش الشهادة العلمية اللي بده يمتلكها هذا الشخص، إيش التأهيل العملي، الخبرات اللي بتميز فيها. يقبل نتكلم تأهيل علمي وعملي، يقبل المعيار بده يحدد لي الشهادة وخبرة الشخص الممارس لعملية التدقيق. طبعا هذا المعيار يتطلب أن يكون لدى المدقق التأهيل الكافي من المؤهلات العلمية والخبرات. يعني بنفعش واحد دبلوم محاسبة نقول له أنت مسموح لك تشتغل مدقق حسابات، لأنه مدقق الحسابات بده يكون عنده من المؤهلات العلمية حاجة كبيرة جدا، لأنه بده يقدر يحكم على عمل المحاسبين، على عمل المدراء الماليين، على عمل الإدارات العليا، على عمل شركات، بده يكون بمثابة حكم وقاضي وخبير، فبالتالي بده يمتلك من المؤهلات شيء عالي جدا. فبالتالي لو واحد اللي هو يمتلك شهادة غير محاسبة، أو يمتلك حتى دبلوم محاسبة، أو خلص بكالوريوس محاسبة وما عندوش خبرات علمية، طبعا مش حيكون هذا الشخص يمتلك التأهيل العلمي والعملي الكافي لممارسة عملية التدقيق. يبقى هنا المعيار الأول بده يحدد الحد الأدنى لمتطلبات التأهيل العلمي والعملي. طبعا هنا اللي هو بتكلم المعيار تأهيل علمي وعملي. تأهيل علمي وعملي يعني يمتلك شهادة محاسبة ويمتلك عدد معين من سنوات الخبرة في مجال أعمال التدقيق وأعمال المحاسبة. طبعا قديش اللي هو في دول اللي هو بترفع من شرط من سقف الشروط، وفي دول بتحاول تكون حسب اللي هو الحد الأدنى. يعني ممكن دولة يكون متشترط يكون معه بكالوريوس محاسبة ويكون عنده 10 سنوات خبرة، في دولة ثانية متقدمة أكثر بتقول لا بكالوريوس مثلا تأهيل غير كافي، خلينا نفترض أنه يكون معه ماجستير ويكون عنده مثلا 15 سنة ولا 10 سنوات خبرة. في دول يعني كل دولة بتحط اللي هو الحد الأدنى اللي هي ممكن تقبل فيه، بيكون عندهم عدد كبير من الشهادات العلمية والخبرات بيرفعوا السقف، بيكون العدد اللي هو المتوفر اللي هو بالكاد يغطي مجال المهنة بيتم اللي هو إيش تخفيض سقف هذا المعيار. طبعا هنا كل دولة في إلها اللي هو بتحط الضوابط اللي تتناسب مع تطبيق هذا المعيار. لكن المعيار بنص صراحة تأهيل علمي، تأهيل علمي يعني شهادة بكالوريوس محاسبة على الأقل، شهادة بكالوريوس محاسبة على الأقل. تأهيل عملي يعني خبرات عملية في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات، والخبرات هذه تختلف من دولة لدولة، في دولة ممكن تشترط 10 سنوات، ممكن دولة تشترط 5 سنوات كحد أدنى، ممكن دولة تشترط 15 سنة كحد أدنى. في دول بتحدد اللي هو سنوات خبرة بالإضافة للمؤهل العلمي، يعني ممكن تجي تقول بكالوريوس زائد 10 سنوات خبرة، في دولة ممكن تقول الماجستير ممكن نكتفي ب5 سنوات خبرة بجانب شهادة الماجستير.
طب إذا حامل دكتوراه ممكن اللي نكتفي بأربع أو 3 سنوات خبرة مقابل شهادة اللي هو الدكتوراه أو الشهادة الـ ECBA اللي ممكن يحملها ويحصل عليها المتأهل. طبعا بالإضافة للتأهيل هنا في الدول اللي هو بيكون لها مجموعة شروط برضه في التأهيل العلمي والعملي، إنه يكون جنسيته اللي هو جنسية البلد اللي بيعمل فيها، وإنه بيتمتع بحسن سير وسلوك وسمعته كويسة وشهاداته وتخصصاته وسيرته كلها كويسة، عشان مش مسموح لأي شخص سيرته وسمعته مش طيبة إنه يمارس أعمال التدقيق ويطلع على أسرار الشركات والمؤسسات اللي هو بده اللي هو يحكم عليها ويدقق آراءه. يبقى المعيار الأول في معايير العامة أو المعايير الشخصية اللي هو التأهيل العلمي والعملي، التأهيل العلمي والعملي. المعيار الثاني من المعايير العامة أو المعايير الشخصية، طبعا احنا نتكلم لسه في المجموعة الأولى المعايير الشخصية، قلنا في المعايير الشخصية المعيار الأول منها كان معيار التأهيل العلمي والعملي. المعيار الثاني في نفس المجموعة الأولى الاستقلالية، إنه اللي بده يمارس أعمال التدقيق يجب أن يتمتع بصفة أو خاصية الاستقلالية. ليش بده يتمتع باستقلالية؟ لأنه بده يكون هان بمثابة حكم، بمثابة قاضي، بمثابة طرف وسيط، يعني ما بدوش ينحاز لأي طرف من أطراف العلاقة، سواء الإدارة أو الملاك أو متخذي القرارات الأطراف الخارجية، لا، بده يكون له استقلاليته، بده يشتغل حسب واجبه المهني وحسب اللي هو كفاءته المهنية بدون ما ينحاز لطرف. طب الأطراف ذات العلاقة اللي بده يحتك فيهم وبده يشتغل معهم وبده يكون له تواصل مستمر معهم، حيمارسوا أو حيحاولوا التأثير على عمل المدقق. لو كان هذا الشخص سهل التأثير عليه وسهل انحيازه لطرف دون طرف، معناته هذا لا يصلح إنه يشتغل كمدقق حسابات مستقل. لا، الشرط الأساسي أو المعيار الأساسي بيقول إنه يجب أن يتمتع المدقق الحسابات بصفة وخاصية الاستقلالية. يبقى هو جواته شخص مستقل، ظروفه شخص مستقل. طيب عشان إحنا كمعايير وكمهنة نعزز ونحافظ على استقلالية مدقق الحسابات، قال لك لازم نضع مجموعة ضوابط عشان نحافظ على استقلالية مدقق الحسابات وما يكونش خاضع لإدارة الشركة. طب كيف بدنا نحافظ على استقلاليته؟ لو مدقق الحسابات بده يتم تعيينه من قبل إدارة الشركة وفصله من قبل صلاحية فصله من قبل إدارة الشركة وتحديد راتبه يعود لصلاحية إدارة الشركة، وخصم عليه وتهديد بالفصل من صلاحية إدارة الشركة، معناته مش حيكون هذا المدقق أو هذا الشخص يمتلك خاصية الاستقلال. عشان هيك أجا القانون وقال الشخص بده يدقق على الشركة وبده يحتك بإدارة الشركة، فبالتالي شيء طبيعي وشيء منطقي إنه العلاقة بين المدقق وبين إدارة الشركة ما تكونش علاقة تبعية. بما انها ما تكونش علاقة تبعية يبقى المدقق مش لازم يكون تابع لإدارة الشركة، يعني مش لازم يكون موظف في الشركة، يعني مش لازم يتقاضى راتب من إدارة الشركة، يعني مش لازم يملك حق تعيينه إدارة الشركة، ولا يملك حق فصله إدارة الشركة، عشان نضمن أنه يكون مستقل ويقدر يقول رأيه باستقلالية بدون ما يخاف من إجراءات فصل أو عقاب أو استبدال من قبل إدارة الشركة. عشان نحافظ على الاستقلالية هذه، معناته القانون قوانين الشركات والمعايير المهنية جعلت صفة أو خاصية أو صلاحية تعيين مدقق الحسابات تعود للهيئة العامة للمساهمين في اجتماعهم السنوي. يقبل المساهمين اللي هم الملاك هم اللي بيمتلكوا صفة وصلاحية تعيين مدقق الحسابات، وهم اللي بيمتلكوا صفة تحديد أتعاب مدقق الحسابات، وهم اللي بيمتلكوا صلاحية
تغيير وفصل مدقق الحسابات إذا أهمل في عمله أو إذا انتهت السنة المالية وعدم الرغبة في التجديد له مرة ثانية. يقبل الآن عشان نضمن الاستقلالية، المعايير جعلت تعيين المدقق وتحديد أتعابه وتحديد اللي هو إمكانية تجديد عقده أو عدم تجديد عقده، كل الأمور هذه أصبحت من صلاحيات الهيئة العامة للمساهمين اللي هم ملاك الشركة، وبالتالي ضمننا أنه إدارة الشركة مش حيكون لها اللي هو أدوات ضغط على مدقق الحسابات بالشكل المطلوب، يعني مش حيقدروا يهددوا بالفصل ولا يهددوا بالاستبدال ولا يهددوا بالخصم من راتبه ولا لهم أي صلة مباشرة عليه. عشان هيك المعيار حرص على هذه الشغلة أنه يكون مدقق الحسابات يتمتع بالاستقلالية، وجعل تعيينه وتعابه وفصله وعقوباته من صلاحية الهيئة العامة للمساهمين اللي هم طبعا منفصلين انفصال تام عن إدارة الشركة. المعيار الثالث اللي هو معيار بقفل طبعا المعيار الثالث في المجموعة الأولى اللي هي مجموعة المعايير الشخصية اللي هو معيار بذل العناية المهنية المعقولة في جميع مراحل التدقيق. الشخص اللي بده يمارس عملية التدقيق تنو يقبل أنه يدقق حسابات شركة معينة مطالب أنه يبذل العناية المهنية المعقولة في جميع مراحل التدقيق. نتكلم عن بذل العناية المهنية، العلم اللي تعلمه، المعايير اللي درسها، الشهادات والخبرات اللي اكتسبها، كله بده إيش يطبقها في عملية المراجعة في جميع مراحلها. وجميع مراحلها لأنه احنا حنشوف في مراحل عملية التدقيق، قبول عملية التدقيق، التخطيط، تقييم نظام الرقابة الداخلية، جمع الأدلة، تقييم الأدلة، إصدار اللي هو الرأي. طبعا بتمر عملية التدقيق بجميع مراحل، في كل المراحل هذه مدقق الحسابات بده يلتزم ببذل العناية المهنية المعقول، يعني مش هيحاول اللي هو يقول حجم الشغل كتير وإحنا اللي هو الأتعاب قليلة بدي أنا أقلص بدي أقوم بحد معين، لا، في معايير بتحدد العناية اللي هو لازم يقوم فيها في جميع مراحل التدقيق. طبعا أنا نتكلم بذل عناية مهنية معقولة ومقبولة من اللي هو المهنة نفسها. هاي الثلاث معايير اللي بتحتويها المجموعة الأولى من معايير التدقيق اللي هي معايير التدقيق الشخصية أو معايير التدقيق العامة، وقلنا اللي هي بتتكون من ثلاث معايير: معيار التأهيل العلمي والعملي، معيار الاستقلالية، معيار بذل العناية المهنية المعقولة. بنجي الآن للمجموعة الثانية من معايير التدقيق اللي بنسميها معايير العمل الميداني. خلصنا ما يتعلق بالشخص ومواصفاته وتأهيله واستقلاليته وبدله العناية، الآن بدنا نتكلم على إيش بده يشتغل، بده ينزل على الميدان. إحنا كل المواصفات الشخصية توفرت في الشخص، بده الآن ينزل، بده ينزل معناته فيه بده الآن يشتغل عمل ميداني. العمل الميداني اللي بده يشتغله معناته فيه مجموعة معايير بتحكم أداؤه في العمل الميداني، تحكم أداؤه في العمل الميداني. إيش أول معيار من معايير العمل الميداني؟ نقول لي أول معيار من معايير العمل الميداني التخطيط والإشراف. التخطيط والإشراف، إيش بنقصد بالتخطيط؟ قبل ما يبدأ عملية التدقيق معناته بده يرسم خطة التدقيق، زي أي عمل، زي أي مبنى أو مكاول بده يبني مبنى، المهندس معناته في البداية بده يرسم له إيش؟ مخطط، خارطة يمشي عليها من نقطة البداية لنقطة النهاية. وهالنعم المدقق نفسه قبل ما يمارس عملية التدقيق، قبل ما ينزل اللي هو يبدأ عملية التنفيذ، بده يعمل خطة التدقيق. خطة التدقيق إلها أصول علمية وأصول مهنية يتم الترتيب والبناء عليها. يقبل معيار الأول في معايير العمل الميداني التخطيط، وين الخطة اللي انت عملتها وإيش انت نفذت من الخطة،
نتكلم على المعيار الأول التخطيط والإشراف. إيش بنقصد الإشراف؟ طبعا إحنا بنتكلم عملية التدقيق بمارسها أو بيقوم فيها مجموعة أو فريق من المدققين. الفريق من المدققين بيكون بيرأس اللي هو المدقق الرئيسي. المدقق الرئيسي اللي بيرأس فريق التدقيق هو اللي بده يمارس بنفسه عملية التخطيط. وزي ما بده يمارس عملية التخطيط، بعد ما يمارس عملية التخطيط حيتولى توزيع مراحل التنفيذ على الفريق اللي بده يشاركه في عملية التدقيق وبده يشرف عليهم، لأنه حيكون هو المسؤول عن اللي هو تنفيذهم للأدوار والمراحل المطلوب منهم تنفيذها، لأنه هو المسؤول الأول والأخير، فهو حيكون مسؤول عن عملية التخطيط ومسؤول عن عملية الإشراف، وعملية الإشراف بتتضمن توزيع العمل ومتابعة العمل من قبل أعضاء الفريق وتوجيههم وتقييمهم وتحديد اللي هو المراحل اللي بده يمارسوها في عملية التدقيق. يقبل المعيار الأول من معايير العمل الميداني بتضمن التخطيط لعملية التدقيق والإشراف والمتابعة على فريق التدقيق اللي بده يمارس العملية من بدايتها لنهايتها. المعيار الثاني من معايير اللي هو العمل الميداني دراسة وفهم نشاط المنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية. يبقى بده يدرس ويفهم نشاط المنشأة وبيئتها. ليش بده يفهم نشاط المنشأة؟ لأنه نشاط المنشأة بيأثر بدرجة كبيرة جدا على نظامها، ونظامها بيأثر في نظام الرقابة الداخلية اللي بتتمتع فيها. كونه فهم طبيعة النشاط وفهم نظام الرقابة الداخلية معناته هو حيقدر يحدد أوجه المخاطر المرتبطة بهذا النشاط والقصور اللي ممكن يكون موجود فيه والجوانب اللي بتتعلق بالضعف في أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. وبناء على فهمه لنشاط الشركة وبناء على فهمه لبيئتها وطبيعة العمل اللي بتشتغل فيه وبناء على تقييمه لنظام الرقابة الداخلية معناته حيكون عنده استيعاب تام اللي هو وضع الشركة، وحيكون عنده القدرة على أنه يوضع خطة تدقيق مناسبة وينفذ خطة التدقيق بناء على أو بما يتوافق مع معايير التدقيق. هذا اللي هو طبعا المعيار الثاني اللي هو دراسة نشاط المنشأة وبيئتها بما فيها أنظمة الرقابة الداخلية. طبعا نظام الرقابة الداخلية مهم جدا في خطة التدقيق وفي تنفيذ خطة التدقيق، لأنه كل ما كان نظام الرقابة الداخلية كل ما وجد فيه أوجه قصور معناته بده يزيد كمية الفحص اللي بده يقوم فيها حتى اللي هو يتأكد من صحة الحسابات. لو كان نظام الرقابة الداخلية قوي جدا معناته نظام عينة ممكن يكون منخفض ممكن يكون كافي للحكم على اللي هو صحة حسابات وتسجيلات الشركة. لكن لو كان في عندي ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية معناته المدقق مضطر إنه يوسع من حجم يوسع ويزيد من حجم العينة. طيب لو كان نظام الرقابة الداخلية منعدم معناته ما بنفعش نظام العينات، ممكن يضطر المدقق إلى فحص شامل حتى يتأكد من صحة الحسابات والتسجيلات المالية. ولو وجد نظام الرقابة الداخلية منعدم من إعدام تام معناته ممكن يكون من الأفضل للمدقق إنه ينسحب ويرفض عملية التدقيق، لأنه حتى لو فحص كامل 100% مش حيقدر يوصل للنتائج المرجوة. المعيار الثالث في المعايير المجموعة الثانية اللي هي معايير العمل الميداني الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وذات موثوقية. احنا اللي هو خططنا واشرفنا على الفريق، وبعد هيك اللي هو فهمنا طبيعة المنشأة ونشاطها ونظام الرقابة الداخلية بدنا نشتغل وندقق. عشان المدقق يصدر التقرير
ويقول إنه الحسابات بتعبر عن أداء الشركة ومركزها المالي أو لا تعبر عن أداء الشركة ومركزها المالي، سواء قال تعبر أو قال لا تعبر، سواء قال الحسابات صحيحة أو غير صحيحة، إيش ما كان نوع القرار اللي بده يطلع فيه أو الرأي اللي بده يطلع المدقق فيه، معناته بده يكون رأيه مستند لأدلة كافية ومناسبة. يعني لو قالوا له بناء على أي كلام أنت قلت الحسابات الشركة صادقة ومعبرة، بده يقول لهم هاي الأدلة اللي بتثبت كلامنا. لو قال إنه حسابات الشركة لا تعبر وغير صادقة وغير معبرة عن طبيعة نشاطها ومركزها المالي، على أي أساس أنت اعتمدت هاي الأدلة اللي بتثبت كلامنا؟ وطبعا في أي مهما إيش كان نوع التدقيق، القرار اللي بده يطلعه لازم يكون عنده أدلة يستند عليها، لأنه أي حالة من اللي بده يقولها، يعني لو قال إنه الحسابات غير صحيحة، إدارة الشركة مش حتسكت وحتجادل وحتحارب إنها تثبت عدم صحة كلام المدقق، فبده يكون عنده الأدلة والمستندات اللي يعتمد عليها في الدفاع عن رأيه. لو قال إن الحسابات تعبر وبعد هيك تبين إنها لا تعبر أو فيها مشاكل أو فيها اللي هو قصور، حيكون في أطراف خارجية تضررت حتحاول إنها تحمل المدقق المسؤولية وتحمله مسؤولية قانونية ومسؤولية جنائية. فالمدقق بدها تكون أدلة التدقيق هي الأداة اللي بده يدافع بها عن نفسه، يعني هي أدلة البراءة اللي بده يستخدمها في إثبات اللي هو صدق ادعائه وإثبات إنه قام بأداء عمله المهني. يقبل المعيار الثالث بيقول على المدقق الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وذات موثوقية، مش أي أدلة، أدلته لا تكون كافية، كافية لإبداء رأيه، ومناسبة يمكن الاعتماد عليها، وذات موثوقية يعني أدلة رسمية ما حد بيقدر يطعن في صحتها أو اللي هو درجة الثقة الكاملة فيها. يقبل أدلة التدقيق تعني جميع ما يحصل عليه المدقق مثل فواتير ومستندات واستفسارات وتقارير. عشان هيك بياخذ تقرير من الإدارة، لازم تقرير الإدارة يكون إيش؟ موثق ومعتمد، ما حد يقدر ينكره بعد هيك. بده ياخذ صور وفواتير بتشير إلى اللي هي شغلة معينة بده يعتمد عليها، لازم تكون هذه الفواتير والمستندات معتمدة وموثقة ولا يمكن الطعن في صحتها. طيب خلصنا هيك المعيار الثالث في المجموعة الثانية. المجموعة الثانية قلنا مجموعة العمل، معايير العمل الميداني، وكان اللي هو أول معيار فيها التخطيط والإشراف، والمعيار الثاني اللي هو فهم طبيعة المنشأ أو نظام رقابة الداخلية، والمعيار الثالث كان الحصول على أدلة تدقيق. يبقى هيك بنكون خلصنا مجموعتين، المجموعة الأولى المعايير الشخصية، وكانت تتكلم ثلاث معايير: تأهيل علمي وعملي، استقلالية، بذل عناية مهنية. والمجموعة الثانية معايير العمل الميداني، واللي كانت تتكلم عن التخطيط والإشراف، وتتكلم عن فهم نظام الرقابة الداخلية وطبيعة نشاط الشركة، والمعيار الثالث فيها كان الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة. في عنا الآن ننتقل للمجموعة الثالثة والأخيرة من المعايير، اللي هي بنسميها المعايير الخاصة بإعداد التقرير. المعايير الخاصة بإعداد التقرير اللي هو الشخص قام بأداء عمله المهني وأشرف وقيم وحصل على أدلة، الآن بده يصدر تقرير. التقرير هذا بده يوجهه لمين؟ بده يوجهه للجهة اللي كلفته وطلبت منه اللي هو القيام بأعمال التدقيق، ويصدر لها التقرير اللي بتعتمد عليه. يبقى حيكون التقرير هنا يعني مش حيكون الأمور فوضى ولا سايبة ولا تخضع لاعتماد أو رأي كل مدقق، لا، في مجموعة معايير حطتها اللي هو معايير أو المؤسسات المهنية عشان اللي هو يلتزم فيها المدقق وتكون من ضمن اللي هو يبني عليها تقريره. نشوف فين المعايير. طبعا في عندي 4 معايير بتكون خاضعة لهذا المعيار أو هاي المجموعة.
أول معيار قال لي يجب أن ينص التقرير في فقرة إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية أعدت حسب المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما. يبقى الآن أنا بدي أصدر تقرير، قبل ما أقول الحسابات مظبوطة ولا مش مظبوطة بدي أقول هل الحسابات، هل القوائم المالية اللي هي الحسابات الختامية تم إعدادها وفق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما أو لا؟ لازم تكون انعدت وفق المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما اللي حددتها المعايير المحاسبية. هذا أول فقرة بدها تتضمنها معايير معيار تقرير المدقق. أول فقرة بدها تكون موجودة ضمن التقرير المدقق، هل القوائم المالية تاعت الشركة تم إعدادها حسب المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما أو لا؟ الفقرة الثانية اللي بده يتضمنها أو يشملها التقرير المدقق بده يبين، يجب أن يبين المدقق في تقريره ما إذا كانت المبادئ المحاسبية التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية تختلف عن تلك التي استخدمت عند القوائم المالية في الفترة السابقة. أما إذا كانت المبادئ هي نفسها كما في السنة القادمة السنة السابقة فلا داعي للإشارة إلى ذلك. يبقى لو أنا لقيت كمدقق إنه الشركة السنة الماضية كانت بتستخدم معايير، كانت تستخدم مبادئ محاسبية معينة، والسنة هذه استخدمت مبادئ محاسبية مقبولة، صح مقبولة، لكن إيش؟ مش هي نفس المبادئ اللي كانت تستخدمها السنة الماضية، يعني ما فيش عندي ثبات في تطبيق نفس المبادئ بين السنة الحالية والسنة السابقة. فهنا إيش بده يساوي المدقق؟ بده يذكر الفقرة هذه من ضمن تقريره. طيب لو عن المعيار بيقول لي لو المدقق وجد ان الشركة ثابتة في تطبيق المبادئ، يعني المبادئ اللي بتطبقها السنة هي نفس المبادئ اللي كانت بتطبقها السنة الماضية، معناته مش لازم هنا، مش ضروري هنا يذكرها ضمن تقريره. لكن امتى حيذكرها ضمن تقريره؟ لو ما كانش في ثبات معناته حيشير للجزئية هذه ضمن تقريره اللي بده يرفعه للهيئة العامة للمساهمين. طيب إيش النقطة الثالثة اللي بده يشتملها المدقق تقرير المدقق؟ يفترض أن القوائم المالية تحتوي على البيانات والإيضاحات الكافية والمناسبة، وبخلاف ذلك لابد أن يشير المدقق إلى عدم كفاية ومناسبة الإفصاح. يبقى بده يشير إلى أنه الشركة قامت بالإفصاح الكافي والمناسب، بده يشير إلى أن الشركة قامت بالإفصاح الكافي المناسب عن قوائمها المالية. يبقى القوائم المالية بتشمل إيضاحات وبتشمل اللي هو إفصاحات كافية. لو المدقق شعر أنه الإفصاحات اللي استخدمتها الإدارة في تقاريرها المالية غير كافية، معناته إيش بده يساوي؟ بده يشير لهاي النقطة ضمن تقريره، إنه الإفصاحات والإيضاحات اللي استخدمتها أو قامت الشركة بإدراجها لتوضيح قوائمها المالية وحساباتها الختامية هل هي كافية أو غير كافية؟ إنه إذا غير كافية معناته أنا بده يكون إيش؟ موقف معين من مدقق الحسابات. طيب النقطة الرابعة بيقول لي يجب أن يحتوي التقرير على رأي مكتوب. تقرير المدقق بده يحتوي على رأي مكتوب يبين فيه بصراحة وبوضوح النتيجة النهائية لعملية التدقيق. طيب إيش النتيجة النهائية؟ هم الشركة كل بهمهم المساهمين اللي هو في عندهم قوائم مالية، في عندهم حسابات ختامية، هل الحسابات الختامية هذه، يبقى المدقق في تقريره السنة وبعد ما يبين الكلام هنا اللي احنا قلناه الثلاث نقاط السابقة بده يذكر اللي هو رأيه النهائي، هل الحسابات الختامية تعبر بصدق وعدالة عن حقيقة المركز المالي ونتيجة أعمال الشركة أو لا تعبر؟
يقبان بيقول لي يجب أن يحتوي التقرير على رأي مكتوب يبين النتيجة النهائية لعملية التدقيق، وهذا الرأي يكون في فقرة خاصة ويكون خاص بالبيانات المالية كوحدة واحدة. إيش البيانات المالية اللي بده يشتمل فيها، اللي هو بده يذكرها المدقق أو بده يقول رأيه النهائي فيها؟ إحنا عندنا 4 قوائم مالية بتعدها إدارة الشركة، وهي اللي بده المدقق يصدر لنا رأيه النهائي فيها، اللي هي إيش القوائم النهائية اللي ختامية الحسابات الختامية، اللي قائمة الدخل، قائمة المركز المالي للميزانية العمومية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية. 4 قوائم مالية بتعدها الشركة في نهاية السنة. المدقق بده يصدر لي تقرير نهائي في خصوصه، يقول لي إنه القوائم المالية اللي هي قائمة الدخل والميزانية والتغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية، هل هي تعبر بصدق وعدالة عن طبيعة الشركة، نشاطها ومركزها المالي أو لا؟ هذه الفقرة اللي الناس بيستنوها وبيستخدموا أو بتاخذ القرارات بناء عليها. هيك بنكون خلصنا معايير التدقيق اللي اشتملت، اللي هو زي ما قلنا 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى مجموعة المعايير الشخصية، واحتوت على 3 معايير: معيار التأهيل العلمي والعملي، معيار الاستقلالية، معيار بذل العناية المهنية. المجموعة الثانية كانت معايير العمل الميداني، وبرضه اشتملت على 3 معايير: التخطيط والإشراف، اللي هو فهم النشاط المنشأ أو بيئته ونظام الرقابة الداخلية، جمع أدلة التدقيق وتقييمها. والمجموعة الرابعة كانت معايير إعداد التقرير، وقلنا 4 شغلات بدي يوضحها التقرير: هل هو كان الشركة كانت تستخدم مبادئ محاسبية مقبولة في إعداد حساباتها الختامية ولا لا؟ وهل الحسابات المبادئ المحاسبية المقبولة تم تطبيقها بثبات من سنة لأخرى ولا تم تغييرها؟ وهل الحسابات والقوائم المالية احتوت على الإيضاحات والإفصاحات الكافية ولا لا؟ وحيذكر في الآخر فقرة اللي هو رأيه في النتيجة النهائية: هل حسابات الشركة وقوائمها المالية تعبر بصدق وعدالة عن طبيعة الحسابات ولا لا؟ هيك بنكون خلصنا اللي هو الفصل الخاص بمعايير التدقيق. نتمنى أن احنا نكون وصلنا المعلومة بشكل كامل، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.